نوجد الآن في بيت السيد رأباء الملقب بسفاح زناتة، حيث يجري الآن إعادة تمثيل فصول الجريمة التي اهتز لها مشاعر قاطنة زناتة في مطلع الأسبوع الدائز. إليكم بعض الارتسامات. بالفعل بعد ما توصلنا بواحد البرقية مفهومة وانتقل الجاني إلى عين المكان، كذلك تم الاستماع إلى الجثة التي كانت في حالة لبس. تبين لنا أن الجاني هو زوج الضحية وكانوا كيعيشوا في نفس البيت، والدليل على هذا هو البصمات ديالهم اللي وجدناهم في البيت اللي كيقتلوا فيه بجوج. دخل شاعل من الزنقة، قلت لي مالك شاعل؟ قال لي طفيني غادي يجينا الدوالي. طفيته، قال لي حقا مالي ما بقيت كنبان، عاودي شعليني داغي. قلت لي وهدي طلعت تاكل الكرموس. عقب تركبت ليه البريز، قعد شوية قال لي حبستو الكمية. قال لي هاري الطفاية، قلت لي راح داك. قال لي وتي هاري الطفاية، قلت لي وتي راح داك. هزها الشير عليا بيها وانا نغيب، وانا مغيبة بركتي قلب لي في جيوبي، كانت عدي 76 ريال. قلت لي راه باغاها. قال لي انتي مغيبة نعسي وسكتي. قلت لي هانا. قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبه. قال لي خاصني الفلوس. قلت لي ياك انا عم غيبه. هزني ضرب بيا الطفايه. ايوا الدم ولا ما انا امانته، مكتاب الله ما عد الواحد ما يدير. الله يرحمني مسكينه، الله يرحمني مسكينه، موالين برحمه الله. حيد جوتا. قلت لها هار الطفايه. قلت لي يا راح داك. قلت لي هاري الطفاية. قلت لي يا راح داك. قلت لي اوتي هاري الطفاية احسن لك. هاري الطفاية. قلت لي يا راح داك. طيب دابا انا نعاودو التمثيل ديال الجريمة. تفضل تفضل. اجي السي يسري غادي يمثل الزوجة ديالك. اي مرتي. وانت غادي تقول لنا شنو وقع في هذاك النهار ديال الجريمة، شنو المشكل كيفاش بدا بينك وبين الزوجة ديالك؟ دابا انا الشيف كنت مريح هنايا. كنت كيف كارو. ايه. وراه خاصني كارو. عطي كارو، عطي كارو، عطي كارو، خد كارو. ايه. ساكا ياك؟ ساكا. شعل الله يكتب عليك. شعل ليه، شعل ليه، شعلو. عطي شعل. زيد. اشنو وقع من بعد؟ ايوا قالت لي عرفت فايا. واش قالت لك هي؟ قالت لي راه حداك. قول لي راه حداك. راه حداك. اش قلت لي انت؟ عاوتاني قلت لي عرفت فايا. قول لي راه قالت لك راه حداك. راح داك. اش قلت لي انت؟ عاود عاودتني قلت لها تيارت فاير. اش قالت هي؟ قالت لي عاودتني قلت لي راح داك. قالت لك راح داك. قول لي راح داك. راح داك. ايه. اشنو وقع في الاخر؟ ايه. دابا في الاخر حتى انا اشنو هزيت التفاير؟ كنبغي نكمل. ايه في الاخر انا راه باقي ما تزادش اللي يقول لي ما كايناش التفاير، كنحملش اللي يقول لي ما كايناش التفاير.